يا الو، وحشاني وحشاني قوي، وحشاني من هنا للسنة الجاية. الو، انت بترديش ليه؟ ده انت تلاقيكي مزنوقة زنقة فلة. طب بقولك ايه، انا هقفل بقى واكلمك كمان شوية. بس بقولك ايه، لو حسيت ان انت فاضيه في اي لحظه اديني الو. يا الو، ايوه، بعدين هكلمك يا راندا. طيب يا حبيبتي، باي باي يا راندا، باي. يا الو، ايه ده؟ معقول لحقت اوحشك يا بيوتيفول؟ اللي كلمتك دي صاحبه جديده؟ راندا؟ راندا مين؟ اصحابك بقوا كتير قوي، بقيتي بتنسيهم؟ أهر راندا، راندا، أنت قلت راندا، تانية راندا، دي صاحبتي من زمان، دي من أيام الجمالية. أصلها طلبتك كنت بتدرسي مع شاكر. أنت رديت عليها ولا إيه؟ أي في حاجة لما رد عليها؟ قالت لك إيه؟ ما قالتش حاجة، ببساطة لأن اللي اتكلم راجل. ده ممدوح بقى أكيد، الواد ممدوح، ممدوح أخوها أكيد هو اللي راجل. اه صح، ممدوح أخوها، مظبوط، علشان كده سأل على واحدة اسمها عزيزة. داليا، أنت بتعرفي حد؟ اتجننتي يا حسين؟ أنت بتشك فيا أنا؟ وبعدين انت متأكد قوي كده ليه؟ تكونش يعني بتدور في الموبايل من ورايا، ولا تكون ضربت النمرة تاني؟ عموما انا مش قادرة افهم، يعني مدام يعني حمش قوي كده وبتغير، ها؟ امال يعني كنت سايبني برقص مع شاكر زفت ده ليه؟ وانت عارف ان عينيه الدب فيها رصاصة. عشان عارفه. المشكلة عندي في اللي معرفوش، يعني شاكر ده انا عارف كويس ده اخره ايه، وعارف انت كمان اخرتك معايا. لكن بتاع عزيزة ده لا أعرف آخره ولا أعرف آخرتك معايا. بتشك في بتشك عموما. طب خلاص طلقني. بص، أصل مادام أنا مضايقاك وخانقاك كده وأنا ست مش موثوق فيها، خلاص طلقني. إيه ده؟ بتقولي الكلام ده لحسين؟ حبيبك؟ حسين اللي ما يقدرش يستغنى عنك في لحظة واحدة؟ حسين اللي تكفيه نظرة واحدة من عينيكي؟ بس من عيني ولا صفقة من اللي أنا بساعدك فيهم؟ على فكرة دودي، أنت فاهمة موضوع الشغل ده غلط قوي. بالعكس، ده أنا فاهماك صح قوي قوي. عارف يا حسين إحنا عاملين زي إيه؟ زي إيه يا دول؟ زي الفلسنجي والطمعانجي. طمعانجي بناله بيت، فلسنجي سكنله فيه. طمعانجي عايز فلوس، الفلسنجي هيديله منين؟ انت طبعا الفلسنجي وانا الطماع. على فكرة انا مش مفلس. عارف، عارفة يا سونسون، بس انت بقى يا حبيبي مش فلسنجي، انت بخلنجي على بسبسنجي على خنقنجي، وانا اتخنقت. عسل عسل يا ناس. ايه العسل ده؟ أستاذ حسيني، أنا سمعت عنك شعر، تمكنك من مادتك وأخلاقك وربطك للمعلومة بواقع الحياة والأبحاث العلمية. أستاذ حسيني أنا فخور بيك. بارك الله فيك يا أستاذنا. الحقيقة يا فندم أنا هنا بعمل جهد متواضع في هذه الورقة، لأن مما لفت نظري إن الطالب عندنا للأسف ما بيقدرش يربط بين الدروس اللي بياخدها في الكتاب المدرسي وبين الحياة العملية. يعني مثلا الطالب ما بيقدرش يربط بين دروس الهندسة الوراثية وبين الاستنساخ. لو خدنا استنساخ النعجة دولي مثلا اللي بيشوفها في نشرات الأخبار وبيقراها في الجرائد، أو حتى بين دروس الإلكترونيات وبين الأجهزة اللي بيستخدمها في بيته زي الفيديو أو الكمبيوتر أو حتى التلفزيون. عشان كده يا فندم أنا حاولت بمنتهى التواضع في هذه الورقة إني أربط بين هذه النماذج بطريقة مبسطة.
شرفتنا يا أستاذ حسيني. الورقة المتواضعة اللي أنا مقدمها لحضرتك أرجو أن تلقى القبول. إن شاء الله. طبعا طبعا. والله يا أستاذ حسيني الطالب مظلوم، إحنا بنحمله فوق طاقته. فعلا يا فندم، لأن في غياب المعامل في مدارسنا بتتحول المادة العملية إلى مادة نظرية، يعني لابد من توفير معمل للكيمياء ومعمل للأحياء ولكل المواد العملية. هنعمل إيه يا أستاذ حسيني؟ دي إمكانات الوزارة. أنا مع حضرتك، بس الحقيقة إحنا لو تمكننا أو بذلنا. والله الطالب مظلوم، أنا فاهم الدهشة اللي على وشك دي، بس دي مش دهشة، ده سؤال. أنت بتسأل نفسك بينك وبين نفسك، بتقول أنا مستدعيك ليه؟ طب اشرب القهوة. بس لعلمك أنا مش مستدعيك وبس، لأ أنا مشتاق أشوفك. والحمد لله الأستاذ رفيق مدير مدرستك قام بالواجب. بقول تتفضل هنا نشرب القهوة. تفضل. يا ريت حضرتك. لا تفضل. تفضل سعد. تفضل يا بيه. شكرا. أنا بقى هخش في الموضوع على طول. يا ريت يا فندم. أنا عندي الولد الصغير، هو في الثانوية العامة آخر العنقود يعني. ربنا يخلي يا فندم. أما الكبار فالولد في نهائي طب، والبنت خلصت الصيدلة ودخل على جواز. ربنا يتمم بخير إن شاء الله. أما الولد بلبل ده مش زيهم أبدا، ولد شقي، هو في تانية ثانوي. ولا يخفى على حضرتك تانية ثانوي مطلوب من الطالب إن هو يجيب مجموع عالي جدا عشان يخش تالتة مستريح، ولا أنت شايف إيه؟ يا فندم للأسف أنا مش لاقي علاقة بين الأستاذ بلبل ابن حضرتك وبين تطوير مادة الأحياء في الثانوية العامة. ده أنت مربي فاضل يا أستاذ حسيني ومن الجهابزة، إزاي مش قادر تدرك العلاقة؟ ما العلاقة واضحة اهي. برضو عقلي مش قادر يربط بين الأستاذ بلبل وبين تطوير مادة العلوم في المدارس الثانوية. تديله درس يا أستاذ حسيني، هي دي العلاقة. إيه؟ بتقول إيه حضرتك؟ درس خصوصي؟ أنا عارف إنك ضد الدروس الخصوصية، وأنا كمان ضد الدروس الخصوصية، وكان سهل عليا إن أنا أجيب 100 مدرس بيدي دروس، بس أنا اخترتك أنت للسببين. الأول تفوقك في مادتك، والتاني إنك مش هتجيب سيرة لحد أبداً. يعني مش مجرد مدرس خصوصي، لأ ده مدرس خصوصي سري كمان. بالضبط. والحقيقة يا فندم أنا بأعلن جهراً إن أنا مش هدي دروس خصوصية، لا علناً ولا سراً، لأني ما عنديش أي استعداد بصراحة لأني أشارك في جريمة قتل عقول أولادنا. زي ما قالولي بالضبط إنك مزودها حبتين، بس أنا شايفهم تلاتة. أستاذ عبد الرؤوف، الورق اللي أنا جايبه لحضرتك ده في نتيجة اجتهادي المتواضع في تطوير تدريس مادة العلوم في المدارس الثانوية. أنا طبعا متأكد إن في أدراج مكاتبكم أطنان من هذا الورق، وهي دي المأساة الحقيقية اللي احنا بنعيشها. الفرق الكبير بين اللي احنا بنقوله وبين اللي بنعمله فعلا، ويا ريت احنا اللي بندفع الثمن، انما للاسف ولادنا اللي بيدفعوا الثمن، ومش ولادنا وبس، لا ومستقبل البلد كلها. خلاص بقى يا باسل، ما انا قلت لك انا اسفه. انا مش لعبه في ايدي كانفين، مره تحبيني ومره تحيليني ومره تقولي انا جاي لي عريس وعايز اتجوز. انا ما قلتلكش عايز اتجوز، انا بقولك ان بابا بيقول لي ان في واحد متقدم لي طالبني للجواز، ده موضوع تاني. ما تفرقش يا نيفين، ما دام قلتيها لي يبقى بتفكري فيها، الموضوع بيجي في دماغك. يا بس انا ما بفكرش غير فيك. طب وكلامك عن اني بفتح باب للشيطان كل ما اقول راي ولا فكره، ده معناه ايه يعني؟ يوه بقى ده موضوع تاني خالص، ملوش علاقه ببعضه. لا في علاقه، انا خلاص ما بقتش عاجبك، ما بقتش ملتزم بطريقتك ولا طريقه الاخ هشام وعادل بتوعك دول، وده طبعا هينتج عنه ان انت تفكري بطريقه تانية خالص في البيت والاستقرار وقفل الشباك والعقل وترتاحي. انا ما انكرش ان انت افكارك وكلامك ما تدلش على منظرك الملتزم ابدا. تقصدي الدقن؟ هشيلها يا نيفين،
الالتزام والايمان جوايا مش برايا. وبعدين سلمي لي على اخر شام عادل قوي. ها بس انت اكيد اتجننت، انت كل يوم بتثبت لي ان انت مش ملتزم ولا حاجه. ومادام بيتاكد لك بقى فتحتي الموضوع نجيبه بقى من اخره. انا مش عاجباني طريقتك في التفكير ولا حتى الناس اللي تعرفيها، حتى افكار الدكتور طارق حسام ده اللي انتوا بتروحوا تمثلوا عليه ويمثل عليكم وحاسسكم بالذنب وتقعدوا تعيطوا. الدين في القران والسنه الصحيحه، اللي عايز يعرف دينه يفتح القران ويفتح عقله بدل ما يقعد يتصور ويسمع كلام من واحد زيكم زيه. الايمان في القلب والعقيده في العقل. وانا قدامك اهو بحبك بس مش عارفه تفهميني ولا لا. بص يا نبيل، عايزه تكملي معايا المشوار هفضل معاكي لاخر العمر. عايزه بقى تحسي بالذنب وتقفلي على عقلك وعلى روحك، انت حره. اما انا يا دي يا باسل كنت هروح في 60 داهيه بكلم واحده على الموبايل. ايه وكانت وحشاني بصراحه، فلسه اقول لها بحبك وحشتيني يا فلانه شكيت وقلقت. ليه؟ لان اساسا مفيش حد رد عليا، فرحت ضارب اي اسم تاني. اخوك ناصح برضه مش سهل. انما ايه يا باسل الفوطه اللي انت حطيتها على وشك؟ يا اخي انت مالك يا اخي؟ ايوه يا باسل يا حبيبي انا خايف عليك، انت عيان سخن. لا لا كويس، حلو قوي، انا كويس، خليك في حالك. المهم قلت انا ايه بقى للجدع اللي رد عليا على التليفون ده عشان تشوف ذكاوتي. قلت له وحشتيني يا عزيزه يا لذيذه. باسل شيل يا باسل الفوطه دي يا حبيبي، شيل يا اخي. سيبني يا اخي، انا سامعك وشايفك حلوه قوي قوي. ايوه بس انا ولا سامعك ولا شايفك خالص. وبعدين ايه حطيت فوطه ماشي يا باسل، انما ليه الفوطه خضراء يا حبيبي؟ يا اخي عليك، ده انت انسان غريب. وانا مش هسيبك يا باسل غير لما تشيل البتاعه دي من على. شيل يا باسل، بس شيل يا باسل الفوطه الخضراء دي. باسل شيل يا باسل الفوطه الخضراء دي. انت لسه حاطط البتاعه دي على وشك؟ ايه ده، هو حاطط البتاعه دي على وشه من امتى؟ من ساعه ما جه دخل الحمام خرج مغدر. ايه ده؟ لو سمحتوا يا تخرجوا بره الاوضه يخرج انا، عشان كده مش هيحصل اتفاق خالص. لا تخرج انت بقى يا حبيبي بره، لان الاوضه دي بتاعتي انا وانت، وانت ما اشتريتهاش من بابا، انت فاهم ولا لا؟ ايه ده؟ باين بابا جه، هروح افتح. اه بابا جه. بقول لك ايه يا باسل؟ شيل الفوطه الخضراء دي من على وشك حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه يا بابا؟ قابلت الراجل المهم بتاع الوزاره؟ ايوه قابلته. اه اكيد بقى ابدا اعجابه بابحاثك وبورق التطوير التعليمي اللي انت اديتها له دي. الحقيقه يا استاذ عمر لا. ايه امال كان عايز حضرتك فيه؟ يا ستي كان عايزني علشان ادي ابنه درس خصوصي. درس ايه؟ ما انا شايف، انا قلت لك يا استاذ حسيني العلم دلوقتي ما بقاش ينفع في الزمان ده. ايوه تصيد بقى في الماء العكر. يا سيدي الفاضل الخواجة جاليليو، العالم الجليل جاليليو، لما رفضوا كلامه وقالوا له لا الأرض ما بتلفش أصر على رأيه، قال الأرض بتلف. شوف هما ذهبوا فين في زبالة التاريخ وهو عايش حتى الآن. إنما هو لو كان اقتنع برأيك ده وقال ما فيش فايدة لكنا تقدمنا ولا اخترعنا صاروخ ولا وصلنا للقمر. بقول إيه يا بابا؟ أحسن حاجة عشان تستفيد من معلوماتك وثقافتك تعمل زي ما إحنا قلنا لك، تروح برنامج من سيربح المليون. ما عندك قد يكون في هذا شيء افيد من الدروس الخصوصيه بتاع الاستاذ موجه العلوم ده. على فكره بقى انا رايي ان حضرتك تاخد الموضوع ده بجد جدا وتفكر فيه كويس، لان دول مليون جنيه، مليون جنيه. وبعدين بقى للذكري مثل حظ الانثيين، يعني انا والواد باسل كل واحد فينا هيلسع حوالي كده كام. ايه ده حيلك حيلك، بابا هيوزع علينا كلنا بالتساوي. اغلطي بقى في كلام ربنا بقى. لا إله إلا الله، يا سلام على الثقافة الدينية. يا مولانا للذكر مثل حظ الأنثيين، ده في علوم الميراث، يعني ده في الورث بعد ما أموت إن شاء الله. لا بعد إن شاء الله عليك يا بابا. ومع هذا أنت أوحيت لي فكرة ممكن أفكر فيها، وعموما لو أنا قبلت ورحت وفعلا قبضت أنت بالتحديد مش هينوبك ولا خردلة، لأن أنت راجل بتشتغل وبتكسب. أنا مش هينوبني ولا خردلة، الله الموضوع كده يعني. بقول لك يا أستاذ حسيني، البرنامج ده ملوش أي معنى أساساً وملوش أي لازمة، لأن العلم لا يقدر بأي ثمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جميل، الجو كمان جميل جدا يعني. لذيذ قوي. هي هضبه الهرم دي على فكره، انا مدين ليكي بالشكر علشان دعوتك ليا على حضور عرض الصوت والضوء اللي هنا. اه يا سحوره، ازيك يا زينب؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ امال فين بابا وعمر وباسم؟ يا عمر يا باسم استني بس. ايه؟ بابا نزل راح مشوار وعمر عامل البيت لقنده عادي، يعني ما مشفوش غير على النوم او على الاكل. اما باسل بقى اكيد خرج هو كمان. لا ده باسل ده بقى هو المفاجاه. ايه ماله باسل يا صح؟ استني بس هتشوفيه دلوقتي. طب قولي بس ما تخضنيش. استني بس. باسل يا باسل. في ايه؟ ما بحبش صوت عالي عشان بيتعبني. طب ايه ده يا باسل؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه في ايه؟ لا ولا حاجه. طبعا انت في دماغك 100 سؤال. والله انا بالنسبه لي مفيش اي اسئله في دماغي يا باسل، بس شكلك ده فكرني بكلام بابا ليا لما قال ان انت اكيد في يوم من الايام هتراجع نفسك وهتعرف ان التدين مش بالمظهر. عرفت بالظبط كده يا بنتي، انما الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. انا مره سمعت بابا بيقول الحديث ده عن الرسول عليه الصلاه والسلام، وان هو حديث صحيح ومؤكد ومهم جدا. بص يا باسل، انا شايفه ان بالنسبه لي ان العقل والقلب اهم بكتير قوي من الشكل. خلاص بقى، انتوا هتعملوا نفسكم متفقهين في الدين وفاهمين كل حاجه. ما بحبش كده. لا العفو يا باشمهندس، احنا نيجي جنبك ايه؟ المهم دلوقتي انت ما بتجيش ليه تسالي عننا وبتاع؟ حياتك التانيه اخدتك مننا ولا ايه؟ لا والله يا باسل، مفيش اي حاجه في الدنيا ممكن تاخدني منكم. يا بنتي انت عايشه في نعيم، عايشه مع ناس الكبار والعربيات والفيلات. والله يا سحر ما في اي حاجه في الدنيا ليها طعم من غيركم. بس ان شاء الله بكره لما يجي ولي العهد هتغيري رايك. ان شاء الله. الا صحيح يا زينب، مفيش حاجه كده في السكه؟ لا يا سحر مفيش حاجه. انا بتصور منظر غريب جدا، يعني انت لما تجيبي ولي العهد ان شاء الله سواء ولد ولا بنت هيبقى مليونير، صغير مليونير. بعدين خاله باسل، خالته سحر، خاله التاني عمر، ان نربيه ونشخط على نشخط فيه، مش منظر مليونير بيتشخط فيه، مش حلوه يعني. انت يا ابني فاكر ان زينب هتسيبنا نشخط فيه ولا نربيه حتى؟ طبعا الاصول اصول. بعدين الخال والد. خال والد؟ والنبي ده منظر خال؟ انت خال اصلا؟ خال غصب عن ام وابوه. بس هو بس يجي الاول، والله العظيم ما حد هيربيه غيركم. ولسه بقى انا عرفت خلاص، بعد كده بقى هنروح مسرح الهناجر اللي في الاوبرا، وبعدها ممكن نروح حفلات الموسيقى العربيه اكيد بتحبها، وبعد كده ممكن نروح مكتبه اسكندريه كمان عشان نسافر مع بعض. بس دول؟ طب ما بنوبه نطلع على باريس بقى ونروح متحف اللوفر. انت بتتكلم بجد؟ طب خلاص جهز لي الباسبور وقول لي بس عايز تطلع امتى، مالكش دعوه باي حاجه. باسبور ايه واطلع يا حيلك حيلك، اطلع فين واروح فين؟ ايه اللي تروح فين؟ انت ما خرجتش بره مصر قبل كده؟ انا اتولدت في الجماليه، جدي كمان اتولد في الجمالية وعاش فيها ومات فيها، ابويا فعل نفس الشيء، ويبدو ان الجينات الوراثية اللي انا خدتها منهم بتحدد مكان الميلاد، واحتمال كبير كمان انها بتحدد مكان الوفاة. وانا رغم ان انا اتنقلت من الجمالية وفي نقلة مفاجأة كده رحت المهندسين، ورغم ان المسافه بينهم لا تزيد عن 6-7 كيلو، بس بيني وبينك انا حاسس انك بالغربه. انا كل مره بقابلك فيها بكتشف ان انت غريب اكتر من المره اللي قبلها على فكره. بحس ان انا مشدوده لك اكتر، يمكن عشان انا عكسك على فكره، يعني انا طايره في الهوا كده. يعني انا اقول لك انا جايه منين مثلا؟ يعني انا اتربيت في جاردن سيتي ودرست فنون جميله في الزمالك، وبعدين ابويا وامي الله يرحمهم بقى سافروا معايا، وطبعا انا سافرت كمان لوحدي بعد كده يمكن اكتر من 50 مره بره مصر. وبعدين امي نصها تركي وابويا نصه يوناني، واخويا مهاجر في استراليا وانا معايا جنسيه امريكاني. يعني عيله ملخفنه صح؟ مصر دي شالت كل الناس واستوعبت كل الناس، من اول واحد زي انا رجليه معلمه على ارضها لغايه واحده زيك انتي رجليها ما لمستش ارضها. استاذ حسيني ممكن يعني بعد اذنك ما كانش ضايقك بليز، بس اسمعني، يعني ممكن احبك؟ عرض جميل.
بتاع الصوت والضوء، ممكن تسمح لي نتفرج عليه؟ أظن يا بابا دي مظاهرة حب. الأستاذ الحسين يستاهل كل خير يا زينة. هو مش الدكتور كتب لك على خروج النهاردة؟ أيوه كتب لي على خروج. خروج إيه؟ ده مفروض يقعدوا كمان يومين ثلاثة علشان يكملوا بقية الانفستيجيشن. أنا لما كنت في لندن كلينيك علشان كيس الدهن اللي في دراعي قعدوني 10 أيام عشان الفحوص. يا ماما ده كان عشان الفحوص ولا عشان الفاتورة؟ زينب طمنيني، أنت ما شفتيش مدام رنا؟ ما تقلقش يا بابا، مدام رنا ما فيهاش أي حاجة، مجرد بس خدوش بسيط. غريبة، أمال قعدونا اليومين دول ليه بقى؟ عشان الإغماء يا أستاذ حسين. أي حادثة وراها إغماء لازم ملاحظة 48 ساعة. وأنا على فكرة اطمنت على الأشعاعات بتاعتك أنت ومدام رنا. أنا مش قادرة أفهم الحادثة دي حصلت إزاي. الحادثة بتحصل في ثانية، قضاء وقدر. هي فعلا كده، قضاء وقدر. أنت اديتي كرة الوردة دي كلها لبابا؟ لا، بس أنا حافظاهم اسم اسم. ده حتى مدير المدرسة بعت، وفي طلبة كمان بعت. ده حتى أستاذ بهاء الشرير بعت بوكي ورد. أنت إيش عرفك يا هيثم؟ قريت الاسم كده وسحبة السلم. طب وأنا كنت فين؟ غالبا كنت بتتكلم مع باسل. مع باسل؟ آه. طب يا هيثم أنت مش هتروح بقى؟ هروح. ايوه عشان تلحق تلبس وتروح كليتك. يا عم لسه فاضل يجي ساعتين. ساعتين؟ اه. انت جميل قوي يا هيثم، ربنا يخليك. عارف يا هيثم زمان ايام المدرسه كنت بستغلسك جدا، وانا كمان. ايه ده يا هيثم؟ كنت بحبك قوي يعني. كده تعدل. لا عشان ابن الاستاذ الحسين. تصور يا هيثم ان انا لسه بستغلسك. بتفهم في تفسير الاحلام يا استاذ حسين؟ تفسير الاحلام؟ الحقيقه لا. أنا بفهم يا مدام شوشو، أقدر أفسر لك أي حلم، وكمان أقدر أقرأ لك الكف. أصل أنا حلمت إن زينب عاملة حفلة كبيرة وعازمة ناس كتير على بوفيه سمك. سمك حلو في الحلم يا ماما. يبقى أكيد زينب هتخلف لنا بيبي صغير نفرح بيه. إن شاء الله لما يرضى ربنا. لكن الأسماك والجمبري اللي كانوا في الحلم كانوا بمايونيز ولا من غير؟ أصلها صدقيني بتفرق في التفسير. خصوصا لو في سلطات. فعلا كان فيها جمبري بالمايونيز. شفتي؟ بصي بقى، هو تفسيره الوحيد إن زينب إن شاء الله هتعزمنا على أكلة سمك بالجمبري الجامبو. إن شاء الله، يعني بمناسبة يعني سلامة الأستاذ الحسين. الاحتفال ده هيكون عندي الجمعة الجاية، ويكون كمان الاستاذ حسين قام بالسلامه. ما تبقوش تنسونا بقى في العزومه بتاعت السمك دي. طيب نستاذن احنا يا استاذ حسين. سلامتك يا استاذ حسين. انا شاكر جدا. شكرا يا دكتور، مع السلامه. يا ده انا عندي ميعاد في اللاينز. سلامتك يا استاذ حسين. شكرا يا مدام عيشه، مع السلامه. سلمي على سالم بيه. طيب يا بابا انا هروح اشوف مدام رنا. تعالى معايا اقرا. ايه وشك اللي اتقلب ده؟ مش مريحني يا زينب. وبعدين مدام عيشة ست صادقة، هي مش قصد حاجة، دي بتتكلم بسلامة نية. هي على طول كده يا عمي، وشها بترسم رسمة غريبة بصراحة، أنا ساعات بخاف منها. زينب طيبة وتحبك، وبعدين بصراحة مفروض كلنا في الظروف دي نعذرها يعني. يعني بصراحة يعني انت المفروض يا اكرم تخلي مامتك يعني تخف عن زينب شويه. جرائيه داليا، ايه الكلام ده؟ هنستعطفها يعني؟ لا انا ما اقصدش. سوري ان انا اتدخل. سوري. يا زينب، زينب ومالك؟ انت هتخلي كل الناس تعتذر لك ولا ايه؟ اولا كلنا واحيان كتير بيطلع مننا كلام ما نقصدوش، وبعدين الست طيبه جدا وبتحبك. بلاش الحساسية الزايدة عن اللزوم اللي عندك دي، امسكي نفسك شوية. أنا آسفة يا بابا. يلا يا زينب نروح لمدام رنا. يلا. سلامتك يا أستاذ حسين. يا ريت بقى تحكي لي تفاصيل الحادثة بالظبط. ست رنا دي طلعت لنا منين وإمتى؟ يا جدع انت خلي عندك دم، الست تعبانه. على فكره بقى
مدام رنا دي ست طيبه جدا. مدام رنا ست طيبه جدا؟ ما هو مش جديد عليكي. انا نفسي مره واحده في حياتي اشوف راجل شرير او ست شريره في حياتي. ايه يا عمر انت مش عارف قيمه نفسك ولا ايه يا اخي؟ ده انت بتعشق الشر. مش انت عامل دور الشرير في الفيلم الجديد ولا ايه؟ بقى كده يا اكرم؟ يا نهار اسود، ايه اللي جاب العيله الثقيله دي دلوقتي؟ انا قلت له اصل طارق سال عليك وانا قلت له ان بابا تعبان. فجه طيب قوي الاستاذ نجاتي ده. استاذ نجاتي الاخر طيب قوي. أنا في غاية الحزن والألم والاكتئاب والاشمئنات. من ساعة ما سمعت أنا والأسرة الخبر المشؤوم، خبر الأستاذ حسين. إيه خلاص؟ مفيش بارقة أمل. ميرسي شكرا. أشكرك. بصي بقى يا ستي، بابا من الصبح عايز يطمن عليك، فأنا بقترح إن أنت تقومي بنفسك كده تروحي تطمني. انا بقى بقترح ان حضرتك تقومي تلبسي الشياكه والاناقه بتاعتك دي، تحضري شنطتك وانا اروح احضر شنطه ابويا ونمشي بقى كلنا بره المستشفى دي. كم سكر واحده هي واحده كفايه. طيب انا قصدي بيني وبينك عايزه اقعد معاكوا شويه. اقعدوا معايا بس شويه. مش ناويه تروحي ولا ايه؟ لا مش حكايه مروحه يعني، اصل انا بيني وبينك هروح لمين؟ انا قاعده لوحدي في البيت ما عنديش حد يعني. انت كم سكر؟ 5. فمش عايزه اروح يعني. القعده هنا احسن بيني وبينك، لان انا شخصيا ما صدقت الاقي حد يسال عني زيكم. اه صحيح، انا ملاحظه حاجه غريبه كده. سوري يعني مدام رنا، بس انا ما شفتش عندك غير 2 بس صحباتك امبارح بقولك. وسوري على ايه؟ ما انا فعلا قاعده لوحدي زي ما بقولك، مفيش سوري ولا حاجه. ايوه بس انا اسمع يعني ان بتوع عروض الازياء يعني والاتيليهات زي حضرتك كده بيبقى حواليهم ناس كتيره. ايوه الاتيليهات دي حلوه جدا. اصل انا قافله الاتيليه بتاعي بقالي اكتر من سنه ونص. ماليش نفس اشتغل، فعشان كده فعلا ما حرياش اي حد خلاص كله اتفك. لا بس ما تقلقيش، احنا مش هنسيبك لعلمك بقى. من هنا ورايح انت صديقه للعيله، واحنا عيله عفاريت نحب الشغل والمناقشات والكلام والرغ. فمعانا ان شاء الله هتشتغلي تاني ونشوف بقى دفلياتك في القنوات الفضائيه والمحليه كمان. اه بالمناسبه حضرتك بتفهمي في الازياء الرجالي ولا يعني شويه؟ مش قوي بقى بينك يعني. مش لا انا كنجم سينمائي ان شاء الله هبقى اخلي حضرتك تساعديني في اختيار الملابس. وبعدين بقى قدام حضرتك بقى تعرفيني على البنات الحلوه اللي هم بيطلعوا كده في الدفليات والحاجات دي. ايه بنات ايه؟ المودلز. بنات المودلز. اه هم دول. الله. اخويا عمر يحب قوي البنات زي يعني، واي ضمير مؤنث خلي بالك ممكن يعكسك او يحبك انت شخصيا. لا ما تخافيش مش للدرجه دي، هتيجي سليمه ان شاء الله. يا ترى عملت سونار يا استاذ حسيني والذي منه؟ اعتقد ان هو معلوم. كويس قوي. عملت أشعة مقطعية يا أستاذ حسيني والذي منه؟ أظن هذا أستاذ نجاتي. هاي يبقى مش فاضل لحاجات بسيطة. تعمل يا سيدي مسح ذري ورنين مغناطيسي قسطرة قلب وعملية فتح بسيطة للاستكشاف ونطمن. عملية إيه واستكشافية إيه؟ أنا ماشي دلوقتي يا أستاذ. يا سيب يا راجل، تخرج إزاي؟ هو دخول الحمام زي خروجه؟ هو اكل المستشفى مش عاجبك ولا ايه؟ هو اكل المستشفيات ده له طعم؟ ده حتى اكل المستشفى ما يشبعش يا استاذ حسين. سلامتك من يد من عدمها. اتفضلي يا مدام. من يد من عدمها يا حبيبتي. اتفضلي يا استاذ حراتي. والله انا مالياش تقل على الحلو، السكر عندي عالي 300. طيب يعني لو خدي خد الورده دي احلى. اتفضل. بس انا ممكن انطر. بالراحه بالراحه، حبوا بابا. لا 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 لا، انت هتقدمي له الاكل دلوقتي ولا ايه؟ ده محتاج غذاء، يبقى قدميه بعد ما الوحوش دول يمشوا. حاضر. محتاج غذاء. حرام ناكل اكله. حرام. حرام. انت هتسكت عليها كده؟ انت مش هتوديها لندن زي ما انا قلت لك؟ ايه يا ماما الكلام الغريب اللي انت بتقوليه ده؟ ان شاء الله توصل للانابيب. احنا لسه ما يئسناش. ولا انت بقى لقيت الموضوع ماشي عكس ما كنت متوقعه، قلت بقى لما اعمل لي شويه قلق. انت فعلا ما بقتش اكرم ابني. دي اخلاق واحد متجوز واحده من جماليه.